فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. حوازه بدون فعالية حتى الآن، وإشبيليا جول. إشبيليا على عكس سير اللقاء يتألقون، على عكس سير اللقاء يتجملون. الكبير كبير إشبيليا بالفعل يضرب بيد من حديد، وفي تاني هجمة حقيقية لي في المباراة في الدقيقة العاشرة يسجل. فانتي سينتفض، ليفانتي سيضغط، ودي المحاولة وجول. الله الله الله، ما أروع هذه البداية في المباراة. يا سلام على مارتي، يتألق يتجمل سلفادور مارتي ولسه في الدوري الأوروبي. وجول جول 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 تاني رائع جدا. إشبيليا يا إشبيليا، إشبيليا اليوم يقدم مردود هجومي رائع، وكأن الاستفاقة أتت من الأوروبا ليج في الجولة الماضية. ويتألق الدفاع السيء، والفرصة والثالث يا جماعة. بن يدر يتألق يتجمل ويبدع ويقنع، وللمباراة الثانية على التوالي يسجل هدفين. هجمات مرتدة ودفاع مهزوز من ليفانتي، وتمركز سيء واستغلال رائع جدا من لاعبية في منطقة الجزاء. لكن فين المخرج؟ فين المخرج؟ جول جول رابع. وسام بن يدر، وسام بن يدر يتألق يتجمل يبدع يقنع. هاتريك اليوم يا ولد يا ولد يا ولد يا وسام. تألق زي ما قلت في المدافع السيء جدا، وجول وجون خامس يا جماعة. أندريا سيلفا 5-1، نتيجة كبيرة جدا جدا جدا، وكمان النتيجة قابلة للزيادة. النتيجة لا، 7 بيهاجموا، مفيش مشكلة. أدي فرص الأهداف، والسادس يأتي، السادس يأتي 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 يأتي. وإشبيليا اليوم يقنع ويبدع ويمتع. إشبيليا اليوم إبداع وإقناع وإمتاع. والمين بابا